مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، تلاقي جديد عبر في المواعيد. واليوم متابعينا ومشاهدينا نلتقي ونتكي على هذا المساء سويا ونناقش واحدة من المبادرات والموضوعات التي تعمل على خدمة وترفيع المجتمع السوداني في كافة المجالات، ويعني في العهد الجديد وفي العهد المختلف لكل شباب السودان، شباب العزة المتواجدين في كل المشروعات الخدمية، والهدف هي خدمة المواطن السوداني في كل مناحي الحياة. سعيدة جدا بهذه المبادرة وسعيدة جدا بهؤلاء الشباب اللي انضموا لنا على الهواء مباشرة للحديث عن هذه المبادرة اللي بتعمل على تطوير المشروعات الخدمية والمجتمعية لكافة فئات المجتمع السوداني وفي كل ربوع السودان. أهلا ومرحبا بكم، مساء الخير عليكم مرة ثانية، وسعيدة جدا أن أستضيف اليوم مؤسس هذه المبادرة محمد التوم عبد الله. بقول لك مساء الخير. مساء الخير عليكم ومرحب بقناة الشروق ومرحب بالمشاهد الكريم. إن شاء الله نكون خفيفين زل إن شاء الله. تحية لك. أيضا أرحب بمقرر المجموعة أو مقرر هذه المبادرة جحفر مختار إبراهيم، حضور معنا من خلال في الموعد، سعيدة بك. مرحبا أستاذة، ومرحبا بالسادة المشاهدين، ومرحبا بالسادة خلف الكواليس. تسعد مجموعة كل رحمتي بشرف الاستضافة أن تكون حاضرة اليوم في قناة الشروق شمس السودان التي لا تخيب، وفي رحاب برنامج الموعد، وإن شاء الله في الموعد. نعم، أهلا بكم في الموعد، بالتأكيد حاضرين. ويعني ساحة الاحتصام يمكن كانت فيها العديد من المبادرات والعديد من المشاركات لشباب السودان اللي هم همهم الواحد يعني الأمن والاستقرار وترفيع السودان في كل المجالات المختلفة، خصوصا الضائقة الاقتصادية اللي حلت بالمجتمع السوداني، ومن خلال طلع الشباب في ثورة مجيدة يعني عززت من خلالها أشياء مختلفة. واحدة من المبادرات دي حتقوم وحتقيف على المشروعات الخدمية والمجتمعية. في البداية أنا دار أعرف تلاقيت وين؟ والله كانت تلاقينا بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء نترحم على روح الشهداء. نعم. إن شاء الله ربنا يتقبلهم ويزيد البلد أمان واستقرار إن شاء الله، وحياة رخية إن شاء الله، ثم قدموا أرواحهم فداء طبعا. قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن، وإن شاء الله ربنا يتقبلهم ويجعلهم في المرتبة العالية إن شاء الله. في الحقيقة والله يا أخي المبادرة دي شباب كلنا، نحن شباب تلاقينا كان في ساحة الاعتصام ونتلاقى طوالي، بعد ذاك حصل بيناتنا ترابط اجتماعي ترابط اجتماعي، بعد ذاك شفنا المواقف تحت السيد الغايد تجاه المواطن، والشعب السوداني كله عارف كان صحيح ذلك، وشاف المبادرة بتاعته وكان له الدور الفعال يعني شكل المجموعة دي يعني ودورة. بعد ذاك نحن في الساحة الاقتصادية، في الساحة كانوا ناس صغار بسيطين بيجوا الساحة عندهم أمال وعندهم طموح، شوفوا السودان ده في أجمل وفي يعني تطورات بعيدة جدا. بحمد الله الشباب تلاقوا يتكاتفوا عمل المبادرة دي. مبادرة يعني كان جروب فيه يعني فيه خيرة شباب الوطن والله. اسمي الناس خيرين في الجروب هو فيه فنانين، فيه رياضيين، فيه دكاترة، فيه مهندسين، كوكتيل من الشباب يتكاتفوا وعملوا عمل جميل، وإن شاء الله ربنا يتقبل منهم. وبعد ذاك ميكت حاجة كبيرة جدا، حاجة صغيرة دي الجروب ميكت مبادرة كبيرة جدا، عندها أهدافها وعندها قواعدها وعندها مقرها وعندها حاجاتها. طيب احنا من خلال جحفر مختار مقرر المجموعة او المبادرة دارين نتكلم عن اي مبادرة تطلع بيكون في يعني شواهد معينة في المجتمع السوداني هم عايزين يغيروها. اكثر او ابرز النقاط اللي انتم وقفتوا عليها في تغييرها في المرحلة المقبلة من خلال هذه المبادرة خصوصا في خدمة المجتمع السوداني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، به المستعان وعليه التكلان، والحمد لله حمدا ننال به رضا وتوفيق وسداد ونجاح الرحمن. في البدء كم في الدرب من دحوا، وكم في الخلد من شهداء، وفينا أزمهم يسحوا، وهم بالروح قد دحوا، وحدوحة بلا سمن. نترحم على شهدانا شهداء الثورة المجيدة الذين خدموا أرواحهم فداء للوطن وجعلوا أرواحهم رخيصة، وساروا في حاز الدرب، درب النضال ودرب الحرية ودرب السلام ودرب العدالة،
من أجل أن يحيا ويعيش إنسان السوداني في حرية وسلام وعدالة وعزة وكرامة. نسأل الله أن يتقبلهم في أعليائه مع النبيين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعل البركة في ذويهم وأهليهم. كما أشار الأخ محمد توم، مجموعة كلنا حميتي هي كثير من المبادرات يمكن ظهرت في ساحة الاحتصام. أيوة، احنا دايرين نشوف اكثر الموضوعات اللي يمكن هي انتوا ركزتوا عليها وشفتوا فيه انه في المجتمع السوداني هو محتاج لها انتوا كشباب. احنا كشباب ركزنا في العمل التوعي والإنساني وشتى الخدايا المطروحة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار والعمل التوعي والاجتماعي، من أجل النهوض بوطن معافى وشامخ، ومن أجل الحفاظ على مكتسبات الثورة والوفاء لدماء الشهداء. نعم، ممتاز. هي طبعا مبادرة يعني عمرها من ساحة الاحتساب، يعني ما عمرها مع كبير، من 17 واحد. نعم، هي قبل فضل الاحتساب كان هي من كلها شباب. كلها شباب، هاي فيها شباب، وكان جروب قفل 256 نفر. بعد ذاك توسع الولايات، نيجت عندنا في جنوب دارفور، وعندنا في غرب دارفور، وعندنا في الجزيرة، وعندنا نيجت. هي توسيع كبير جدا للمبادرات. قامت بصيانة مدارس، وقامت بصيانة عنابر ومستشفيات الأطفال، وكلها يعني من هي داك توسعت لحاجات أكبر، لتواصل اجتماعي. همنا كله الشباب، مثل المواطن البسيط، ونشوف يعني نحلحل مشاكل الناس. واشتغلنا كويس، والحمد لله ان شاء الله ربنا يقدرنا ونشتغل ونقدم اكثر واكثر. كثير من الشباب بيتخرجوا من الجامعات، طبعا بيكون في مشكله بتاعت الحصول على مهنه او وظيفه، وخصوصا الطالب الموجود في ولايات السودان المختلفه اللي هو بكد كثيرا من اجل التعليم، ومن سن بيكون عليه مهام، يعني سواء كان على المستوى الشخصي او على مستوى الاسره. انتوا هتقدموا شنو لشباب الولايات من خلال هذه المبادره؟ تعمل البادره في شتى جوانب الحياه، وبالتحديد في جانب التعليم والصحه. في جانب التعليم تهدف البادره في خلق بيئه تعليميه ملائمه، وذلك بتبنيها لتاهيل وصيانه المراكز، وتحدث في الإطار ذاته بتبني بعض تكاليف الرسوم للطلاب من أسر ذوي الدخل المحدود. ثم تحدث أيضا البادرة في هذا الإطار بتبني كما عشرت تكاليف الدراسة لبعض أطفال الأسر الخير مختبرين ماليا. هذا في الجانب التعليمي. ده في الجانب الأكاديمي. وفي الجانب الصحي تحدث البادرة في المساهمة في تقديم أفضل الخدمات الصحية لبعض الحالات المرضية، وذلك بالتعاون مع التخصصات الطبية المختلفة لتبني تكاليف بعض رسوم العلاج أو أيا كان العمليات. بتحدث في الإطار ذاته في الجانب الصحي في الدعم المادي والنفسي للمرضى ولأسرهم في حل مشكلاتهم. أيضا بتعمل البادرة في الجانب الصحي في نشر الوعي الاجتماعي، وذلك بالتوجيه عن طريق التوجيه والإرشاد والتثقيف الصحي عبر الفعاليات الصحية. نعم، يعني كثير من المكونات وكثير من المبادرات الشبابية الهدف هي أن تنهض بالسودان، ظهرت في الشهور الفائتة أو في ساحة الاحتسام أو قبل فترة الاحتسام. ليه هذه المبادرة مبادرتكم هي ارتبطت باسم حميدتي؟ والله اتربطت هي باسم حميدتي. الشباب ديل اللي كانوا قاعدين في، يعني احنا كنا قاعدين وكنا مشاهدين انه حميدتي ده يعني له دور فعال، له دور فعال في يعني حما. هو من خطاباته الاولى قبل يعني يوم 6/4، وقبل يعني في خطاباته الاولى في عهد الرئيس البايد، هو يعني صرح انه هو من المواطن البسيط، ما عنده، ما هو اصلا قوات لحرس الحدود، وما عنده دخل بمواطن طلع بطالب بابسط حقوقه طلع بعفويته. بعد ذاك لما حصل التغيير
قال بعفويته طلع في خطاباته. أنا احنا هنا يعني شفنا الزول ده انه والله الزول ده صادق، جانا وعي تام انه يا اخي احنا والله بس الزول ده زول صادق، وعملنا مبادره تكريما لشخصه بس انه والله الزول ده يعني الزول قام مع الشعب المسؤوليه والحاجه دي وقال نصحصح بس الحاجه دي يا اخي انه الزول ده موقف معاكم، والزول ده هو شريك اساسي، يعني القوات النظاميه دي ما شريك اساسي في التغيير. هسه بيكون في سؤال في ذهن المشاهد، يعني لما انت قبيل قلت مبادره كلنا حميدتي انه يعني زي الاستقطاب كده ليكم كشباب؟ لا والله ما استقطاب، نحن جينا عن قناعه شخصيه. نحن لما قمنا قمنا ونحن قناعه شخصيه، حتى لغايه ده نحن من دار نقابله والله اجتهدنا 3 شهور نفتش انه عن اللي قابله والطرق كلها سدت لنا ومشينا باجراءات مكتبيه وبتاع، وتعبنا جدا عشان نلتقي به. اصلا يعني ما عندنا معه اي اتصال ولا بنعرفه ولا بيعرفنا، والله لما مشينا يتفاجئ ذاته انه في شباب وقاموا بعمل زي ده وباسمه كده وكده، ونظر ربنا يعينه ووفقه. لسه السودان محتاج ومحتاج الشباب، ونحن بنبشرك انه والله يا اخي حنجتهد في مشاريع الشباب دي، احلامنا كبيره واحلام الشهداء والثورة ذاته، ونحن الله ان شاء الله يعني حنشتغل في مجال الشباب ده في تشغيل الخريجين، حنوفر يعني حنشتغل في الجانب الصحي في الولايات في مناطق الهامش، يعني باذن الله يعني مبادرة الناس محتاجين لانه الناس تجي أيوة معاهم. ونحن ان شاء الله بنبشرك الان عندنا نائيه بعيده طبعا وإنسان الولايات خصوصا دارفور، يعني دارفور طبعا هي من المناطق في السودان هي الجريحة، والمرأة في دارفور مهملة وكذلك الأطفال. إحنا دارين نستنهض بأهلنا وأخواننا في دارفور من خلال التعليم، من خلال الصحة، من خلال مشاريع مختلفة ممكن تخدم إنسان دارفور. ممكن تعلق برضو على الجانب ده؟ الاسم اسم المبادرة كلنا حميدتي. كلنا حميدتي بأكد لكلام اخونا الرئيس محمد توم، هي جات الاسم بمثابه تكريم للخايد حميدتي وقوات الدعم السري بشكل عام. بردها من المعاني اللي بتحمل الاسم، جات مسمنه وشاكره لدور الخايد حميدتي، وقفته في ثوره ديسمبر المجيده وانحيازه الصادق لاراده الشعب في التخيير، ومسمنه له ادواره في المجالات الخدميه اللي قامت. في نفس الوقت البادرة جات مؤكدة دعمه الكامل للخائد والوقوف خلفه في إكمال كل المشاريع التنموية القائمة برعايته حتى يعود ويعم بالنفع والخير للبلاد والإباد. نعم، تمنيات التوفيق لكم والسودان في حدقات العيون، ويعني السودان منذ قديم الزمان يعمل يعني زول السودان على محبة هذا البلد الكبير والاهتمام بكل ثرواته، ويعني المنفعة تكون لكافة الشعب السوداني وتبدأ بالأمن والاستقرار والسلام، ومن ثم تندرج إلى الحالات الاقتصادية والاجتماعية اللي بيجعل المواطن السوداني كل الوصايا القديمة اللي بنقوم عليها من أهلنا زمان وصلنا على هذا البلد الكبير، وهو بالتأكيد حيكون في عيوننا وفي قلوبنا. حنتواصل معاكم متابعينا من بعد هذا اللحن، يكون معنا. Yeah.
حنبنيه بالتأكيد بتكاتفنا وبتكافلنا وبكل مكوناتنا الشبابية اللي همها وهدفها السودان أولا. تحية لكل الشباب اللي هم بيزعوا بالتأكيد لي يعني رفعة هذا السودان اقتصاديا وأمنيا وتعزيز السلام في كل مناطق السودان والإحساس بالآخر من خلال الاهتمام بالآخرين خصوصا الأسر الضعيفة ويعني كذلك المستضعفة. إذا مشاهدينا حنتواصل في هذه المبادرة وأنشطة المختلفة في كل ولايات السودان ابتداء من الخرطوم والولايات المختلفة. فاصل ونعود من جديد في الموعد. أهلا بكم متابعينا، نزعت بالمتابعة والمواصلة معنا عبر برنامج في الموعد والمبادرات الشبابية ويعني دور في المجتمع السوداني في الفترة المقبلة. محتاجين لأنه كل الناس تكاتف، كل الشباب يتكاتفوا في يعني دعم المواطن السوداني في كافة المجالات خصوصا الشرائح المستضعفة. سعيدة جدا نتواصل مرة ثانية مع ضيفية جحفر مختار إبراهيم مقرر المجموعة وكذلك محمد التوم عبد الله مؤسس المجموعة والمبادرة الشبابية. الهدف هو هدف جميل وهدف نبيل. الكثير من المشروعات في انتظاركم، وانت قلت احنا حنبدا اولى المشروعات ان شاء الله في الشهر ده. نتكلم عن الفكرة وكيف حيتم التنفيذ. والله حنقوم ان شاء الله بفكرة انه كسوة الشتاء والتنفيذ ان شاء الله خلاص على وشك انه يكتمل، وحتكون ان شاء الله يوم 6/12 حنبدا بالمناطق الطرفية غرب ام درمان بشرق النيل يعني مناطق جنوب محلية بحري. رتبناه حيقوم بها لجنة الخدمات في رأسة أخونا محمد عبد الإله. والعمل كثير وكثير وإذا ربنا إنه يوفقهم إن شاء الله. طيب إحنا إذا فعلا حنبدأ في الشهر الجاي كسوة الشتاء، كيف بيتم التعرف على الأماكن والبيوت اللي فعلا هي محتاجة؟ هل عندكم مثلا مجموعة أو تيم بيطلع عشان يعرف الحالات؟ ولا في كل حي مثلا او اي فريق فيه مندوب من المجموعه بكون عارف احوال الحته يعني او الناس المحتاجين فيها؟ والله قامت لجنه الخدمات قامت هي قامت بالدور ونسقت مع ليان الاحياء ووصلت للاحتياجات والشارع العام. اطفال متشردين وامهاتنا وخالاتنا دخل محدود في ستات الشاي وكذا، ان شاء الله هنوفر لهم الحياه دي. نعم ظهور يعني اخ جحفر الكثير من المبادرات برضو في الايام الفايته، وانا صراحه كانت تعجبني جدا وتستوقفني يعني اي زول ما شفت قيمه بسوق معه زول. عندكم جانب في هذه المساهمات في انكم تخففوا الازمه، لانه الان في ازمه بتاعت مواصلات واليوم تحديدا ما في مواصلات يعني. دي كان جزء من اعمال المجموعه في الفتره اللي فاتت، دي جات متزامنة مع الأحداث اللي طلعت أخيرة في البلد من أزمة مواصلات وخيره. قامت المجموعة بدور كبير جدا في حجز الإطار بتسخير 22 سيارة لأعضاء المجموعة من أجل تسهيل ونقل المواطنين في الخطوط المختلفة أم درمان بحري الخرطوم. كان يعني توفرت عربيات بطريقه معينه؟ ايوه. ولا اعضاء المجموعه يعني كل زول متبرع بعربيات؟ بالضبط ايوه. اعضاء المجموعه هي قامت به كده، وعندنا زول من المجموعه كتر خيره برضه وفر لهم 12 حافله. هنا مهند عبد المنيم وفر له ما شاء الله 12 حافله هنا في سيدي البري، ونقلت الناس لمحليه شرق النيل ومحليه جنوب محليه الخرطوم وبحري، ولقينا قبول جدا، قبول جميل جدا من المواطنين واستعابونا وان شاء الله هنعيدكم انه هنستمر في الطريق ده. رتبنا له مشروع معين ان شاء الله وحنبداه في الايام القادمه ان شاء الله. يعني الترحيل ده كان في زمن معين ولا في الفتره الصباحيه مع المدارس ولا؟ هو الترحيل كان في نهايه الدوام يوم الخميس، كان في اختناق كبير جدا ورتبنا له انه في من الساعه بعد نهايه العمل من الساعة كل خميس الحاجة دي ولا؟ لحد الساعة 8 كل خميس بإذن الله. كل خميس حنقوم بالمبادرات دي في جميع محليات ولاية الخرطوم إن شاء الله. طيب كيف بيتم يعني جحفر استقطاب الشباب يعني؟ في ناس هم عندهم عربات لكن فكرة إنه يسوق معاه زول أو يجيكم عشان يوم الخميس ده تحديدا يقدم المساعدة في ترحيل الناس، لأنه الناس بتشكي من الزحمة المرورية، بتشكي من
يعني الاختناق المروري وكذلك حتى يعني الأزمة بتاعت المواصلات. الاستقطاب بيتم تمت عن طريق حملة عبر السوشيال ميديا وسميت بطريقنا واحد كان جات في الأول ثم أخذت مسمى ثاني اللي هو سكتنا واحد أو وصلني معك. حس الشباب العمل حس الشباب بهذا الجانب تم عبر السوشيال ميديا وحصل قبول عالي جدا اللي هو إحساسهم الكبير بمعاناة أهلهم وشعبهم ومواطنينهم. ونحن ما شاء الله يعني ربنا ذاته ادانا مجموعة متماسكة ومترابطة ما شاء الله والله ومتعازمة في عمل الخير والله يعني شباب ما شاء الله جدعان من خير الشباب. احنا في مرحلة محتاجين لكده يعني لأنه احنا دايرين نعمر بلدنا ودايرين يعني نحاول بقدر الإمكان نتلافى أكبر الأزمات الموجودة في المجتمع السوداني. يعني أنا ليلة داير أمشي من الصباح الشغل ما حلقى حاجة أمشي بها، يعني حلقى فيه حتأخر من زمني حتحاسب على كده. وإحنا ما محتاجين لأنه نخش في الإطار ده، ليه؟ لأنه إحنا محتاجين نرمي لقدام ونبني وطننا. خلينا نتكلم برضو عن مشروعات مهمة جدا أنتم قمتوا بها، ممكن تكون هي يعني أجمل المشروعات الخدمية خصوصا إذا كانت في الحقل الطبي أو متعلقة بالحقل التعليمي، صيانة المدارس والمستشفيات. إلى أي مدى يمكن تكونوا غطيتوا أكبر عدد من المدارس والمستشفيات؟ والله قمنا بزيارة 3 مدارس في غرب الأمدرمان وتكفل بها زول أخونا وفاعل خير في المجموعة يعني تكفيل تام، حتى هي تكلفت حوالي زي 640 ألف جنيه بالرعبية. وقمنا برضو في شرق النيل بمدرستين برضو يعني تمت بصورة أوضح. بعد ذاك الحالات العلاجية دي عندها لجنة في المبادرة ماسكها أخونا دكتور محمد المجتبى بيعملوا زيارات للمستشفيات بيقوموا بيشوفوا العمليات العاجلة المؤثرة يعني مع المريض بيكون مرهق على المريض وما قادر يوفر لها مبلغ، بيعمل له دراسة بيصدقوا له المبلغ بيدفعوا له المستشفى يعني يعملوا 6 عمليات كبيرة جدا من ضمنها 2 في مستشفى بحري وفي ابراهيم مالك وفي شرق النيل. ممتاز. ولقت قبول كبير من المستشفى حتى من الاخصائيين برضه ساهموا معانا ونظر ربنا ياخذ على في ميزان حسناته. طيب يعني دي طبعا من الاعمال المهمة جدا. توفير الاليات يعني ده شيء ضروري. ويعني عشان المواد برضه والتولة ممكن تستخدموها في هذه الاعمال محتاجة لانه يكون في تواصل معاكم من غير المجموعة، يعني في ناس هسي في محلات بتكون بتاعت بوهية، في محلات بتكون بتاعت سجالات، في كده الناس دي تعرفكم عشان تجيكم تتواصل معاكم تعرفكم كيف اخ جعفر. عن طريق المجموعة اللي هي استخدمت حاليا وسائل السوشيال ميديا. عندكم صفحة في الفيسبوك؟ في الفيسبوك بمجموعة كل نحمدتيه ومجموعة في نفس الوقت وجروب على الواتساب. بتتم فيها دعوات بعد أصحاب الأعمال اللي هو التجارية ثم طرح الفكرة لهم بهذا المبدأ. كيف بتلقوا التجاوب يعني؟ والله بنلقى طبعا الناس اللي في السودان مختلفين مكوناتنا كثيرة. السودان يعني فيه ناس يعني فيه ناس بزول الخير وناس جميلين ونظر ربنا يا أخي تقبل منه. والله لقينا قبول كبير جدا في المبادرات في العمل الطوعي وناس فاعلين خير حقيقيين والله يعني وقفوا واسندون. وفي ناس والله بنتفاجئون بيشوفوا الحالات بيجونا من غير ما نعرف انهم منو نلقاها توفرت باسم المجموعه والله ونظر ربنا. اي والله ونظر ربنا يجعل في ميزان حسناتهم. ونحن مقرنا في الخرطوم في الرياض ودارنا مفتوح ونتمنى الشباب كل الوطن يجينا ويعرفنا يعرف اهداف المجموعه شنو نشيل منه افكار ويعرف افكارنا ونتواصل في العمل العام سوا والله ان شاء الله. طيب برضه حنجيب في احلام الشباب في المستقبل، يعني المبادره برضه عندها دور لتحقيق احلام الشباب. يعني تكلمنا عن يعني الطلاب من الجامعات بيطلعوا ما بيلقوا وظائف يعني في اغلب الاحايين، كيف نحقق احلام الشباب؟ والله على مستوى العمل، على مستوى يعني الاستقرار، على المستوى حتى الزواج، يعني الزواج بيصعب جدا في السنين اللي فاتت. واحنا طبعا في مرحله انتقاليه محتاجين لتوفير حاجات كثيره عشان الشباب يتزوج، الشباب يعمل. والله بطموح الشباب في المبادره وجهدهم ان شاء الله وحيمشوا الموضوع كبير والموضوع داير يعني برضو يعني حنخط يد مع يد ونبني وان شاء الله حنقدر نوفر لهم بما هو ملم بهم ان شاء الله
نوعدهم انه يجونا نشوف نتفاكر انه لسه السودان محتاج ومحتاج السودان فيه خير وفيه حاجات كثيره، والمرحله الجايه مرحله الشباب، وان شاء الله يعني حنقدر ان شاء الله يعني نصل لحاجات افضل. نعم يعني برضو يعني الاحلام دي وتحقيقها هي تظل غايه لكل الشباب. الهدف الان رجع احفر انه يعني نبني الاوطان، لكن بتظل احلام الشباب هي يعني بتقف قدام الشباب، وكل واحد داري يحقق احلامه. وبرضو الشباب الموجودين خارج السودان يعني لابد من التفاعل القوي لهؤلاء الشباب، وحتى يعني عشان يضموا صوتهم لهذه المبادرات الشبابيه. كيف يتم التواصل مع الشباب خارج السودان اذا كانت في الامكانيه؟ يتم التواصل عن طريق الدعوه المباشره، ثم تعريفهم بالرؤيه والهدف بتاعت المجموعه، ثم بعد ذلك اللي هو نستعين بهم بكل افكارهم ومجهوداتهم من اجل تحقيق احلام الشباب، وهم جزء من هذا الوطن العريض. جميل جدا. احنا يعني بنتمنى للمبادره دي انها ترى النور بصوره اكبر، وانه كل فئات المجتمع السوداني وكل الشرائح العمريه المختلفه تتفاعل مع هذه المبادره. خلينا نتكلم عن يعني الرؤيه المستقبليه لهذه المبادره. بالتاكيد اي مشروع ناجح لابد من وضوع يعني رؤيه مستقبليه، خطه استراتيجيه تصلح يعني 5 اعوام. ما هي الرؤيه وما هي الخطط المستقبليه؟ والله يا اخي الرؤيه هي يعني اهدافنا كثيره وموضوعنا كثيره ومشروعاتنا كثيره، وباصرارنا وبعزمنا ان شاء الله هنحقق رؤيتنا وهتلقى النور عن ما غريب ان شاء الله. نعم ان شاء الله، ان شاء الله تكون احلامكم تصل كل بقاع السودان ان شاء الله، ومبادراتكم تغطي كل ولايات السودان ان شاء الله، وتخدم الجوانب المهمه في السودان ان شاء الله، واهم أكيد. الملفات البسيطه إن شاء الله. اللي تخدم المواطن السوداني من ملف صحه وتعليم وحتى مبادرات مختلفة بتخش فيها العمل الطوعي، التوعية كذلك من خلال المرأة في كل ولايات السودان. وبالتأكيد المرأة عندها دور كبير جدا في كل المحافل. احنا بنحيي كنداك السودانية اينما كانت، وبالتأكيد في مبادرة ده هي كمان عندها دور. اكيد ان شاء الله. انا شاكر لكم جدا، وتمنياتي انا والفريق العامل لهذه المبادرة بانها ترى النور وترى التجاوب والتفاعل. شكرا كثيرا محمد التوب عبد الله مؤسس هذه المبادره. شكرا لك. شكرا لك. مساء الخير. وايضا بشكر جعفر مختار ابراهيم هو مقرر هذه المجموعه والمبادره. شكرا لك. شاكرين هذه الساحه الطيبه في اطار التعريف بالمجموعه وانشطته واهدافه في المرحله المقبليه. تسلموا. وكل مشاهدينا وكل متابعينا انتهت حلقتنا من في الموعد اليوم. بالتأكيد أتمنى لكل الناس وكل السادة المشاهدين نهاية أسبوع موفق. كل متابعين الكلمة واللحن وهما وشيقة حب وجمال. في أمان الله. Oh,
وهذا